نروح لملف تاني. طبعا معظم حضراتكم تابعتم حادث الورديان بإسكندرية اللي نتج عنه شهيد واثنين مصابين. هنناقش مع بعض هذا الملف وهنشوف بيان النيابة وبيان كنائس غرب الإسكندرية، وهنتواصل مع الأطراف المعنية بهذا الحادث ونطرحه قدام حضراتكم بمنتهى الوضوح والموضوعية. خلونا نبدأ بأنه طبعا الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية ترأس جنازة رمسيس بولس هيرمينا اللي استشهد الخميس الماضي على يد متطرفين ومسجلين خطر، وتم طبعا إصابة اثنين آخرين، وأقيمت الصلوات بكنيسة الأمير تدرس الشطبي وسط حالة من الحزن والصراخ وغضب بين الأقباط لهذا الحادث الأليم. أصر نيافة الأنبا إيلاريون الجلوس بسيارة الإسعاف اللي بتقل الجثمان من الكنيسة حتى مدفنه، تاركا سيارته ليقود جثمان الشهيد إلى مدفنه. خلونا نشوف مع بعض جزء من الفيديو. نحن بنسمع عن شهداء المرقصية البطرسية طنطا ليبيا، دلوقتي بقى في شهيد للورديان. يا بخت الورديان إن هي خلفت شهيد يشفع فينا في السماء، ودي بركة كبيرة لينا كلنا. وفي الحقيقة الكتاب بيقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. الله ليس بظالم، الله عادل، زي ما هو رحيم هو أيضا عادل، حاكم عادل يحكم بالعدل. معلمنا بطرس لما جم يقضوا على السيد المسيح خد السيف بتاعه اللي هو كان يعني بيشتغل فيه في السمك وقطع وجه العبد. قال له ايه السيد المسيح؟ قال له ارجع سيفك الى غمك، لان من يقتل بالسيف بالسيف يقتل. مش تعليم المسيح ابدا ان احنا نرد الشر بالشر، ولكن من تعليم المسيح ان احنا نؤمن به كاله يجازي من يفعل الشر. إله قال لنا لا تقاوموا الشر بالشر، ولكن قاوموا الشر بالخير. ناس أفكارهم شريرة يعتدون على الأبرياء، ولكن الأبرياء دول يا بختهم إن هم خدوا هذه البركة وراحوا السماء شهداء. زي ما أنتم عارفين إن درجة الشهيد أعلى من درجة القديس. فيا بخت رمسيس الحقيقة إن هو القديسين جهدوا عمرهم كلهم في الصلاة والنصر والجهاد العظيم عشان ياخدوا درجة السماء، وهو خدها في لحظات أعلى منهم بكتير. طبعا خالص التعازي لأسرة الشهيد، ويا رب إخواته الاثنين المصابين يتم شفاهم على خير. خالص تعازي لينا كلنا زي ما بيقولوا الصعيدة عزانا واحد، وخالص تعازي للشعب المصري في حادث مؤسف إلى هذه الدرجة. يعني احنا معانا قرار النيابة ومعانا بيان كنائس غرب الإسكندرية، خلونا نقراهم ونناقشهم. صدر قرار النيابة العامة في قضية هجوم بلطجية الخميس الماضي على ثلاثة متاجر للأقباط بمنطقة الورديان بالإسكندرية والقيام بذبح رمسيس بولس هيرمينا 47 عام وطعن شقيقه عادل بولس هيرمينا 60 سنة، ثم تم الاعتداء على محل طارق فوزي شنودة صاحب محلات ملابس. جاء قرار النيابة كالآتي: طلقت النيابة العامة اختار من النجدة بحي منيا البصل مينا البصل بمحافظة الإسكندرية بوفاة شخص وإصابة اثنين آخرين على أثر تعدي متهمين على أصحاب السوابق من أصحاب السوابق الجنائية عليهما ضربا بما أحرز كل منهما من سلاح أبيض. وسألت النيابة العامة أحد المجني عليهم شقيق المتوفي، فقرر إنه والدة المتهمين توفيت يوم الوقعة فانتابتهما حالة من الغضب حزنا عليها، وخرج على أثرها للشارع محل سكنهما يصرخان ويتعديان بالسب على أهالي المنطقة، وهو ذات ما أكدوا شقيقة المتهمين حال سؤالهما. وتوجه صاب المتوفي فكبلوا أحدهما
بينما تعدى عليه الثاني بسكين أحرزه، وذلك بعد أن تلقى بعض أتلف بعض منقولات الحانوت بتاعه، وتدخل شقيق المتوفي بدوره للزوز عنه فتعدى عليه المتهمين. طيب تمام. نشوف بقى بيان كنائس غرب الإسكندرية بخصوص أحداث الورديان. إنه في يوم الخميس الموافق 10/12/2020 في تمام الساعة 7 قام اثنان أشقياء من معتادي البلطجة مقيمين بمنزل بشارع سيف اليزل بالورديان خلف كنيسة القديسة ديميانا بالاعتداء على ثلاثة مسيحيين أصحاب محلات بنفس الشارع، مستخدمين سيف وسكاكين وشوم، مرددين بعض الألفاظ والشتائم المسيئة للمسيحية. وقاموا بالاعتداء على كل من رمسيس بولس هرمينا صاحب محل بلاستيكات، أصابوه بضربة سكين في عنقه وطعن في جنبه الأيمن ونقل أثرها للمستشفى الأباري العام وفارق الحياة بعد وصوله. عادل بولس هرمينا صاحب محل خردوات قام أحدهم بتكتيفه وطعنه آخر في جنبه الأيسر فسقط أرضا ونقل إلى المستشفى الميري ومنها إلى مستشفى ماري مرقس وتم إسعافه وحاليا في العناية المركزة. طارق فوزي شنودة صاحب محل ملابس تم ضربه بشومة وطعنه بسكين في صدره طعنة قريبة من القلب وتم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى الميري وأجريت له عملية عاجلة فجر يوم الجمعة 11 ديسمبر وهو برضه في العناية المركزة. وقبل الحادث بنصف ساعة قام أحد الأخوة الثلاثة بالاعتداء والتحرش اللفظي بألفاظ بذيئة على راعي الكنيسة القس بولس بشرة، وعلى أثر الاعتداء على المسيحيين وأصحاب المحلات حضرت القيادة الأمنية وقوات الأمن فردت كردون أملي حول الكنيسة والمنطقة وتم إلقاء القبض على المتهمين ومن قبل قوات الأمن ولازالت التحقيقات جارية. تمت صلاة الجنازة يوم الجمعة 11 ديسمبر طبعا توقيع الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية. طيب إحنا معانا نيافة الحبر الجليل سيدنا نيافة الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية. سلام ونعمة يا سيدنا. سلام ونعمة. تعزياتنا، ولسه أنا قايلة زي ما بيقولوا للصعايدة احنا عزانا واحد يعني. بيان أنا قريت دلوقتي للمتابعين جمهورنا يعني بيان النيابة العامة وبيان نيافتك يعني موقعه من كنائس غرب الإسكندرية. نيافتك اطلعت او تابعت طبعا بيان النيابة؟ طبعا. تمام. ايهما اسبق، بيان النيابة ولا بيان كنائس غرب الإسكندرية؟ لا، الاسبق بيان النيابة. الاسبق بيان النيابة. انا كنت حابة بس اني احط يعني نقط على الحروف. طيب معلش يعني سيدنا اسمح لي، هو ايه العلاقة ما بين حالة وفاة سيدة مسنة وحسب معرفنا من التحقيقات انها كانت وفاة طبيعية يعني ما حدش اذاها او تسبب في وفاتها، بحالة هياج تتسبب في قتل ثلاثة يعني الاعتداء على ثلاثة، قتل واحد منهم بتكتيف واحد منهم بشكل فيه تعمد. يعني نيافتك تقول لي يعني ايه ممكن تكون العلاقة ما بين حالة الوفاة وما بين حالة الهياج اللي انتابت القتلة؟ في الحقيقة ما فيش أي علاقة بين هذا وذاك، لأن لو هو في حالة هياج كان نزل ضرب في الكل، لكن كون أنه هو يخصص ثلاث محلات مسيحية في نفس الشارع وهم يعني معتدين أن هم يشتموا المسيحيين وهم خارجين من الكنيسة ويعتدوا عليهم وأي حد يعني يجي جنب بيتهم يبعدوه بأسلوب فظ، يعني علشان كده ما فيش اي علاقه بين موت والدتهم وبين اللي عملوه في الحقيقه يعني. تمام يا سيدنا، يعني ما فيش اي علاقه. طيب ايه علاقه برضو حاله الوفاه بالسب والقصف على هويه دينيه؟ هم معتدين على السب، يعني نيافتك بتقول ان هم معتدين على ده، اذا في يعني هل سبق انه اهالي المنطقه من المسيحيين تضرروا او اشتكوا او بلغوا عن محاولات تحرش لفظي او شتائم؟ اذا فيها بحوالي اسبوع 10 ايام بلغوا ان في احدهم سب برضو وشتم واخذوه عندهم في القسم وقعدوا 4 ايام وبعد كده طلعوه، ويعني عرفت ان اهالي المنطقه كلها كانوا كاتبين زي شكوى باستبعادهم المنطقه لانهم مسببين قلق ومضوا عليها كلهم ما يقرب من 30 واحد، والورقة دي مع المباحث في الوقت الحالي يعني. إذن يا سيدنا المباحث عندها فكرة أنه المجرمين اعتادوا السب والقصف على هوية دينية؟ طبعا
طبعا كل الشارع شايفها وكل الشارع، اذا في شهود كمان. طيب طبعا الموقف على ارض الواقع ايه دلوقتي، على يعني في المنطقه الموقف عامل ازاي؟ لا الموقف دلوقتي هادي، هم يعني الامن متواجد حوالين الكنيسه كلها عشان ما يكونش فيه تداعيات للموقف، وهم الولدين دول مقبوض عليهم في الوقت الحالي وتعرضوا للنيابه وخدوا 4 ايام، و يعني احنا صلينا الجنازه ودفننا، وحاليا الاثنين اللي في المستشفى نشكر ربنا، الاستاذ عادل طلع النهارده والاستاذ طارق طلع من العنايه النهارده، طلع اوضه عاديه وباذن ربنا بيطمنونا ان هو يطلع بكره من المستشفى. طيب في اي تهديدات من اسره القتله، من يعني من اي حد من قرايبهم لاهالي المنطقه؟ لا هم لا اهالي المنطقه ناس محترمه جدا. لا انا قصدي تهديدات منهم لاهالي المنطقه. لا لا هم في الوقت الحالي هم 2 مسجونين والباقي مش موجودين يعني مشوا، لكن هي عيله واحده يعني. طب سيدنا اسمح لي، جه في عرض حديث النيابه يعني في البيان انه في خلافات سابقه بين اسره القتله واسره الشهيد، وانه والده القتله هي اللي كانت بتحول يعني بتحول دون ان الخلافات دي تستمر، ولما توفت هم عملوا ده. هل فعلا في اي معلومه عن وجود خلافات سابقه ما بين العيلتين؟ يعني في الحقيقه ما سمعتش باي خلافات، ولكن اول مره اسمعها في قرار النيابه. أنا بشكر نيافتك جدا، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، على مداخلتك معانا، وخالص عزائنا، خالص عزائنا يا سيدنا. طيب إحنا معانا برضو على الهاتف يعني علشان نبقى معانا كل الأطراف، معانا القس عادل بولس اللي سوري معانا القس بولس بشرى راعي كنيسة القديسة دميانة بالورديان اللي تم الاعتداء اللفظي عليه قبل الحادث. مساء الخير، مساء الخير يا أتسابونا. مساء الخير مدام شهير. خالص تعزينا يا أتسابونا. ربنا يخليك يا رب. أتسابونا ممكن تقولي ايه اللي حصل مع قدسك بالظبط؟ هو الحقيقه انا كنت طالع من مكتبي الساعه 7:30 كده، هم كانوا بداوا شتيمه في الشارع من الساعه 7، وبعد كده وانا طالع يعني خدت العربيه بتاعتي وطلعت، كان قدامهم يعني هم في الشارع قاعدين، وبعد كده سلمت على عم طارق عادي يعني زي العادي بتاعي، وبعد كده لقيتهم بيشتموا، فلقيت واحد منهم شتمني شتيمه كده، فطبعا انا ما شتيمه يعني على هويه دينيه يا أتسابونا؟ يعني هو طبعا طبعا. طيب معلش قبل ما هقطع حديثك وهستكمل معاك، بس هل لما تعرض لقدسك وشتمك ده كان قبل وفاه والدته ولا بعد؟ لا ده كان والدته متوفيه. طيب تمام، اتفضل قدسك كمل. بس فانا وانا طالع فشتمني وانا كنت راكب العربيه، فطبعا يعني مش معقول ان انا هقف ارد عليه ولا اتكلم فيه معاه في اي حاجه، فاخدت بعضي ومشيت. بعد الموضوع دوت بحوالي نص ساعه سمعنا بقى الاخبار ان يعني الهجوم حصل على عم رمسيس الاول، وبعد كده اخوه عم عادل، وبعد كده ضربوا عم طارق. اشمعنى العيله دي يا أتسابونا؟ هم التملي دول يعني من زمان معروفين في الشارع ان هم يعني اي حد واحده ست ماشيه قبطيه بتاع يقعد يشتمها، يعني لو كاهن ماشي في الشارع ممكن يشتمه كده، فهم معروفين كده. هل يعني انا لسه كنت بسال نيافه الانبا إيلاريون، هل ان اهالي الشارع بلغوا قبل كده يعني في بلاغات رسميه بانه في تحرشات لفظيه واهانات على هويه دينيه تمت من قبلهم؟ فقال لي ان ده حصل قبل كده من اسبوع، فمعروف في الشارع ومعروف امنيا انه يعني العيله دي بتعتدي بشكل لفظي غير يعني لائق على اساس هويه دينيه. ده بيحصل فعلا. طيب كان في اي خلافات بين الاسره وبين يعني بين الاسرتين بعد الاقاويل؟ انا بسال قدسك لانه قدسك صاحب الواقع، لانه طبعا وسائل التواصل الاجتماعي بيكتب عليها كلام كتير يعني غير موثق. هل كان في خلافات بين الاسرتين، اسره الشهيد واسره القاتل؟ انا صدقني مش عارف يعني هل في خلافات ولا لا، يعني اللي انا عارفه موضوع الحادثه بس، لكن قبل كده مش عارف هل في خلافات ولا لا. طيب
أنا بشكر قدسك جدا قدس أبونا بولس بشرى راعي كنيسة القديسة ديميانا بالورديان. إحنا معانا عادل بولس أحد المصابين في أحداث الورديان وشقيق الشهيد رمسيس بولس. مساء الخير يا أستاذ عادل. خالص عزائنا ويا رب بس يعني تكون صحتك أحسن وألف سلام عليك. لو صحتك قادر أنك تتكلم معانا ده يبقى حاجة يعني نشكرك عليها. ممكن تقول لي حقيقة إذا كان في خلافات ما بين الأسرتين، أسرتكم وأسرة القتلة؟ مفيش أي خلاف. مفيش أي خلاف. هم معروفين في المنطقة بيشتموا أي حد، حتى قرايبهم اللي في الفندق بيشتموه. واحد اسمه محمود رمضان بيشتموه على الفيسبوك، عايزين في الشارع. جنان مش جنان. هو بلطجة أو جوع يعني إيه؟ اللي احنا ما فيش حد يقدر علينا. تمام؟ الوقت دي بقى حصلت امهم بردت. طب احنا ذنبنا ايه؟ مش ذنبنا حاجه. كان في اي مشاكل بينكم وبين والدتهم مثلا؟ امهم عيانه بقالها اكتر من 25 سنه ما بتطلعش ولا تخرج. المهم قعدوا يشتموا يا عبط يا كفر يا اللي يا اللي يا اللي يا اللي الفاظ وحشه. اخوهم السيد تعرض لهم وهددهم دول مالهم؟ دول بتشتموا ليه؟ هو موتوا منكم؟ المهم قعد يضرب فيهم ويزق فيهم. بعدين قاموا مدخلين البيت. ساعتها عطلها رمسيس خاف قاعد يشيل في الحاجه بتاعته ودخلها. مفيش ثانيه ثانية بالظبط لقيناهم منطين على رمسيس على الكراسي اللي في الشارع كسر كسر واحد ما هم في رقبته. على لما قلت له عاوزين يخشوا الدكان يكسروا الدكان قمت ماسك في علي. علي قام ضاربني باليد ما اعرفش مين معاه ما قدرتش. كان انا راجل كبير لقيت اخو ناصر لف من الهواء غازلني وعم وسعها في الجنب الثاني. ما حسيتش نفسي نافوره الدم نازله قمت مرمي في العون. احنا معانا صور المكان. اخويا بيموت مش عارف اطوله مش عارف اسيبه. الناس شالوه تموت كنايه مش قادر يطلع كنايه. كانت ناس طلبت الاسعاف قاموا واخدينه واخديننا نفور الدم بكفيك الشر في الاسعاف. انا وهو اخويا عبالة ما راح مستشفى الاسباري كان اتوفى. رحت مستشفى النيله حولنا على مستشفى النيله. انا اربع ساعات عم انزل في دم ولا واحد سائب من الدكاتره. ابني قال لهم ابويا بيموت اسالوا في اي حاجه. راح عملوا لي اشاعه بعد الاشاعه قعدوني. ولا فاهمين في اي حاجه. المهم حالتك دلوقتي يعني استقرت شويه؟ انا مش عايزه اجهدك مش عايزه اجهدك في الكلام لانه عارفه انه حالتك الصحيه مش يعني مش كده وانه يعني بظروف حالتك وفاه. طيب انا بشكر حضرتك جدا استاذ عادل بولس يعني المصاب في حادث الورديان وشقيق الشهيد رمسيس. احنا طرحنا على حضراتكم بيان النيابه اللي بيقول ان في حاله هياج تسببت فيها وفاة والدة المتهمين وانه ده الحادث يعني هو ده سبب قيامهم بهذا الفعل. وقرينا لحضراتكم بيان كنائس غرب الاسكندرية اللي وضح الاعتداءات اللفظية اللي سبقت الحادث وسبق اعتداء على كاهن الكنيسة. وحللنا لحضراتكم الأسئلة واضحة وصريحة لكافة الأطراف اللي كانت موجودة بوجود شهود من أهالي المنطقة بوجود ناس يعني تبعت الأحداث وقدمت بلاغات قبل كده أنه القتلة يعني كانوا دائما التحرش على لفظي على أساس الهوية الدينية. نتمنى يعني أنه يتم التحقيق في هذه القضية بشكل يعني يرضع أي حد يفكر أنه يسيء لشخص آخر على أساس هوية دينية. وطبعا خالص العزاء لأسرة الشهيد والشفاء يا رب العاجل للأشقاء. طيب أنا هضطر إن أنا